أمسية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد نسبة رطوبة عالية ضباب سيسود تقريبا جل السواحل الوسطى والغربية حتى على منطقة الأوراس، لتصبح الأجواء مغشاة على السواحل. سحب ركامية ستزداد كثافة خلال الأمسية ستخص الهضاب والمرتفعات، احتمال لتساقط بعض الزخات من المطر وتكون تحت وقع رعود على الهضاب العليا الغربية. بعض الرعود المنعزلة ستخص المرتفعات الداخلية الوسطى، بعض الأمطار كذلك متفرقة على شرق الوطن، خاصة على أقصى شرق الوطن على السواحل وكذلك المرتفعات، وأجواء مستقرة على الجنوب مع زوابع رملية ستنشط بكثرة على الصحراء الوسطى أقصى الجنوب حتى على مناطق الجنوب الغربي وشمال الصحراء. خلال هذه الليلة إن شاء الله ننتظر مقاييس ما بين 15 لغاية 17 درجة على السواحل، 11 درجة على باتنا، 23 درجة على كل من غردية وبشار، 21 درجة على تندوف، 29 درجة على الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، ولن تتعدى 22 درجة على طمن رصد. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى سترتفع على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات الداخلية والغربية، ننتظر 34 درجة على غليزان معسكر شلف وسيدي بلعباس، 29 درجة على وهران، نفس المقياس على تيزي وزو البويرة، 25 درجة على الواجهة الشرقية، 34 درجة على بسكرة، 32 درجة على ولاية غرداية، 37 درجة على كل من إليزي طمن رست حتى على ولاية تندوف، 44 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة، بينما بحر قليل اضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس لنهار الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:03. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان.